السلام عليكم، اهلا وسهلا بحلقه جديده معاكم في دفتر احوال. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. حابب اشكر كل الناس الاول اللي تابعونا الفتره اللي فاتت، اللي ردوا علينا، اللي اظهروا المساعده في الشهر الكريم. حابب اقول لكل الناس اللي طالبين الاعانات، مش بقول لكم انتظروا كتير، بس احنا يعني عندنا خطوات بناخدها، لان المبلغ او المبالغ اللي موجوده عندنا في الصندوق اللي موجود على المؤسسه، مؤسسه اصاله، المبلغ يكبر شويه اللي نقدر نساعد بيه الناس. يعني عايزين نتبنى الحالات ونقدر نوفيها حقها باذن الله. مش هطول عليكم، زي ما بقول لكم احنا في شهر خير، ان شاء الله اللي جاي احسن، اللي جاي احسن معانا. هرجع بيكم للحلقه اللي فاتت، كان معايا مداخلة الحلقة اللي فاتت من الأستاذ هاني يونس، المتحدث الإعلامي لوزير الإسكان. لو نقدر، حتى لو يقدر الإعداد يجيبها لنا، بس هما لسه بيحضروها. كنا سألناه عن النصب العقاري وقلنا له نعمل إيه، نتجنب ده إزاي. الراجل يعني شاكرا إدانا الطرق والخطوات، بس جالنا على الفور حالة، هي أحد الملاك لشركة أبراج مصر قال لنا لا، إحنا عملنا كل اللي المستشار الإعلامي قال عليه، ولكن برضو ما استلمناش. قلنا له إزاي؟ يعني إزاي أنتوا في الآخر ما استلمتوش وحداتكم؟ قالوا لنا لا، إحنا دفعنا الفلوس، التراخيص تمت، عفوا، الشقق اتبنت، لكن المرافق ما طلعتش. طب عايزين ايه يا جماعه؟ قال لك احنا مش عارفين ولا نستلم الشقق ولا ناخد فلوسنا. قلنا لهم لا، احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده عملي. ده يمكن الحاله الالف اللي جايه لنا في خلال شهرين من مجرد بس تبنينا لحالات زي دي. قلنا لهم لا، احنا عايزين بس بمستندات، نظهر المستندات مع بعض ونشوف مين اللي ليه الحق. ورجعنا قلنا لهم وطمناهم، قلنا لهم الوزارات كلها ومؤسسات الدولة معانا قلبا وقالبا، وكان أقربهم في الحلقة اللي فاتت على طول متحدث الإعلام زي ما بقول لكم الأستاذ الدكتور هاني يونس، اللي قال إحنا جاهزين للرد وللتصدي لأي حالة نصب عقاري. حابب أرحب بضيوفي واللي هم أصحاب الحالة اللي فيها عدد وحدات كبير، يعني عدد لا يستهان به. معايا الاستاذ عمر ثابت، المحامي بالنقض والاداره العليا. ازاي سيادتك فندم؟ هو محامي الحاجزين والملاك لشركه ابراج مصر. معظم الحالات هو عنده في حوزته يعني قضائيا. معايا على الجانب الاخر الاستاذ احمد ممدوح. حابب ارحب بيك الاول، ازاي حضرتك؟ رمضان كريم. الله اكرم. معاك قلبا وقالبا باذن الله ان شاء الله. هو احد ملاك الوحدات، يعني هو راجل عنده شقة وما عندوش شقة. الأول تحبوا أتكلم مع مين الأول وأناقش الأول الموضوع مع مين؟ أناقشه قانونياً ولا إنسانياً؟ أنا أحب إن أنا أدي لحضرتك فكرة عن الموضوع. تمام، إحنا حابين كلنا ندي للمشاهد فكرة عن الفكرة. لنا تمام. مشروع فلورنتا ده مشروع ابتدى الإعلان عنه، اسمه فلورنتا. فلورنتا في الهضبة الوسطى في المقطم، تنفيذ شركة أبراج مصر. تمام. صاحب الشركة اسمه باشمهندس علي ربيع علي. تمام. والمدير التنفيذي باشمهندس إيهاب لبيب. المشروع تم الإعلان عنه في آخر 2012 إن هو مشروع وحدات سكنية في منتجع سكني راقي، يتميز بأن أنت عندك خدمات مش موجودة في العمار العادية، تخليك تدفع فرق فلوس عالي مقارنة بالشقق في أي منطقة تانية، عشان أنت هتاخد مميزات كتيرة، زي مثلا حمامات سباحة، زي خلايا طاقة شمسية، زي ان انت هيبقى عندك جيم، عندك سوبر ماركت. خيال علم. كل حاجة انت ممكن تتخيل. سعر الوحدة كام؟ سعر الوحدة المفروض ان دلوقتي سعر المنطقة لا عندنا. لا خليني بتكلم وقت الحجز بقى، وقت ما الحجز كان سعر المتر كان ب4800 بالتقسيط على 5 سنين. تمام. طب انا حابب انوه بس لجزئية مهمة قوي، لو هي حق الرد للمشاهد. احنا اتكلمنا بالفعل وحاولنا نتواصل مع الشركه، يعني عفوا سامحني، انا جاي للموضوع عن طريقكم
وفي صفحات تواصل اجتماعي وبعتنا البعض على الصفحه، وانتوا عاملين جروب كبير قوي وعليه متابعين كتير من المنصوب عليهم. فحاولت اتواصل مع الـ مع الـ الـ الشركه، رد عليا، حاولت اوصل لاصحابها، رد عليا الاستاذ، يعني توصلت اخر ما توصلت ليه الاستاذ احمد عناني مدير خدمه العملاء، اللي في الاخر لم يستجيب بصراحه. خليني اقول وبقول اهو، انا بقول اهو، الاستاذ احمد عناني او اصحاب شركه ابراج مصر مستنيين منكم رد قبل ما نسرد باقي الواقع. اذا الكلام مش مناسب او مش على هواكو احنا جاهزين، اذا عندكم رد عملي يعني معنوي مادي ايا كان صدرنا مفتوح، زي ما بنتبنى الحاله بنتبنى الراي والراي الاخر، فمستنين واتمنى يكون في رد باذن الله. اتفضل كمل. المشروع بقى زي ما هم صوره لنا طبعا ان هو حاجه بمعنى اصح مش محتاج تخرج من بيتك. كل حاجه موجوده في المشروع. انت سافرت مره واحده كانك سافرت في الخارج مره، جايب لك في اوروبا يعني احسن حاجه موجوده في مجال المعمار حطها لك في المشروع. جميل. ده تمام. سنه كام الكلام ده؟ في اخر 2012. اخر 2012. وعلى فكره 4800 جنيه ده سعر كبير في الوقت ده. لا ده كان بدايه سعر المتر، ودي الوحدات مش المميزه. الوحدات المميزه اللي كانت اكتر من كده. تمام. ابتدينا نحجز، كانوا عاملين طبعا اللي انت لو دفعت كاش بتاخد خصم كبير، تمام، ولو دفعت القسط بتشتري بالمتر ده، فنسبه كبيره اشترت كاش. تمام. وهنا دي بقى كانت الجزئيه، ان هو ايه اخذ الفلوس وقال لك انا بشتغل لك بيها. من 2012 او من اواخر 2012 يسلمك امتى؟ المفروض ان هو يسلمني 30/12/2015. يسلمك 12/2015، يعني ادى لنفسه براح 3 سنين انه يعمل مشروع. بالظبط. جميل. وحتى كان عنده مشروع سابقه يعني ليه قبلينا، كان بيقول انا سلمت قبل الميعاد بست شهور، وقعدوا غرقوا الجرايد اعلانات سلمنا قبل الميعاد بست شهور. تمام. وقال دي شركتنا احنا سياستنا كده بنسلم قبل الميعاد. فده طمع الناس اكتر، وانا واحد من الناس لما لقيت كده قلت طب ما حلو، انا هستلم بدري بالمواصفات دي، ده يبقى لقطه لا ادفع في سعر المتر ده. حلو قوي. وحجزت. النتيجه بقى ان انت اتفاجئت ان الشركه بنت ادوار مخالفه، ادوار زياده. الادوار الزياده دي خلت الحي يرفض انه يدخل مرافق للمشروع اصلا. تمام. المشروع فيه شارع داخلي ملك الحكومه. الشركه هي دخلت الشارع ده تبع المشروع بدون ما تاخد تصريح من الحي. خلفت من الاخر. خلفت. عندها مخالفات. خلفت ادوار. لا بأس بيه. خلفت في شارع. كانت النتيجه الحي. ايه لما هي خلفت؟ النتيجه النهائيه ان انت الحي لا رافض ان هو يدخل لك لا كهرباء ولا ميه. ما فيش مرافق. مرافق. قال لك ما فيش مرافق ليك. ما فيش مرافق. انت راجل مخالف. بالظبط. تمام. الشركه قالت لك لا ما تقلقش انا هشتغل وهجيب لك المرافق وكل حاجه انا هعملها لك. هجيبها لك ازاي عافيه يعني؟ المفروض ان هو كان عايز يمشيهالي ان هو ايه؟ يعني عن طريق اللي هي الممارسه. الممارسه دي مش حل يعني، مش رسميه على عداد الانشاء. انت عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي هو الممارسه دي هي في عرف القانون طبعا الاستاذ عمر. بالظبط كده. هي مفيش حاجه اسمها ممارسه في القانون، بكلمك بقى بشكل قانوني، هي دي اسمها سرقه التيار، وبتدفع مقابل سرقه التيار يعني بدلا من تحرير المحضر او توجيهه للنيابه. فده كان عرض انتوا قبلتوا؟ الناس طبعا كان في ناس اضطرت عايزين يسكنوا خلاص وعايزه تسكن. مظبوط. فبالتالي الشركه مدخله لهم ووصل لهم سلكه الكهرباء دي، يعني وصل لهم كهرباء وميه. دول كانوا كام وحده؟ كان كام يعني ده المشروع ده كام وحده كله؟ المشروع كله 650 وحده. 650 ده كتير. ومش ال 650 كلهم مبنيين، احنا بنتكلم على الاقل في حوالي 50 وحده ما اتبنوش، ما اتحطتش فيهم طوبه. كام وحده؟ حوالي 50 وحده. 50 وحده اصلا ما اتبنوش. ما اتبنوش. طب ال 600 اتبنوا ما فيهمش مرافق. ما فيهمش مرافق. عملنا ايه؟ مش مشطبين. عملنا كل الوسائل السلميه مع الشركه. رحنا لهم 2015 يا جماعه عايزين نستلم. عملنا اجتماعات كتيره مع الشركه. جميل. هنسلمكم كمان 6 شهور، كل بقى مدى كل مره تروح كمان 6 شهور، كمان 6 شهور. من 2015 وصلوك ل 2016 وهكذا. 17 بقى مستمر. طيب وبعدين؟ اخر ما زهقت، طب يا جماعه ايه وصلنا لايه؟ مفيش حل. احنا مالناش دعوه بالمشروع. باشمهندس ايهاب. باشمهندس ايهاب. المدير التنفيذي للشركة قالها لنا مهندس إيهاب لبيب، قال لك أنا شايل إيديم المشروع ده. إيه قال أنا إيه؟ أنا شايل إيديم المشروع ده، أنا ماليش علاقة بالمشروع. خطابنا للمهندس إيهاب لبيب، يعني إحنا برضه بنتمنى الرد ومستنيين. أتمنى
يعني انا نفسي على المستوى الشخصي بتمنى الرد، وعايز الرد يبقى بفعل. لا 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 خليني يرد عليا من غير فعل بس يحضر، اشوف انا عايز اشوف الناس تحضر. يعني خليني ابتدي كمرحله اولى بالظبط. انا خليني اقول كمرحله اولى عايز رد الاول بقى او لا، يعني نفي ايجاب الناس تظهر، بس انا محتاج الناس تظهر. تمام يعني قالوا الناس احنا مالناش علاقه بالموضوع، امال مين اللي علاقه؟ هو ده السؤال. طب نروح إن انا ما هو ده السؤال. احنا عملنا كل حاجه، احنا اخر حاجه عملناها بعتنا استغاثه لمجلس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس الوزراء، ان احنا دلوقتي احنا يا جماعه عايزين مساعده الدوله في انها تجيب لنا حقوقنا. احنا مش عارفين نستلم وحداتنا، بقالنا دلوقتي 5 سنين قاعدين مستنيين. طبعا في بقى ظروف انسانيه كتيره حضرتك ممكن يعني مش هتتخيلها طبعًا. مش هينفع نحكيها دلوقتي في لا 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 انا متخيل ده، لاني فاهم يعني ايه حد هو كل امله في الدنيا انه يسكن ويكون بيرتقي بنفسه. وارد انه يكون قاعد في ايجار جديد مستني وعمال بيحوش وداخل في جمعيات واقساط علشان يسدد عشان يسكن ويستريح بالظبط، وتكون نتيجته في الاخر انه ولا طايل ده ولا طايل ده، ما استلمش حاجه بالظبط. يعني في الاخر بقى عنده وحده بس مرمي في الشارع بالظبط. انا فاهم ده، ومن يمكن من الناس اللي بعتت لي كتير بسبب المشروع ناس قمه الاسى والحزن فيهم، ويمكن واصلين لمرحله الياس. ما هو للاسف احنا وصلنا للمرحله دي، بس يعني احنا املنا في ربنا كبير ونعم بالله. بس قبل ما اقول طبعا ونعم بالله املنا في ربنا، بس دايما انا ببقى مصر وبقول مصر دوله مؤسسات، بلد مؤسسات، مستحيل الحال يبقى على ما هو عليه. القانون ايا كان هو في صفنا طبعا وصفكم، خليني بقول انا واحد منكم، ده يعني انا بتكلم من مكاني وبعلنها انا واحد منكم، زي اي حاله بتيجي هي مظلومه، وبقول ورايا وفي ظهري مؤسسات الدوله وانا كل ثقه فيها. يعني يمكن زي ما بقول لحضرتك المتحدث الاعلامي لما كان معانا على الهاتف في الحلقه اللي فاتت، الراجل رحب جدا باي مشكله تظهر فيها نصب عقاري يكون فيها ضحايا. الراجل قال لنا انا موجود صدري مفتوح، كلمونا وابعتوا لنا واتجهوا للطريق القانوني واحنا موجودين. معنا كل المستندات اللي حضرتك تحب تقولها. يبقى نروح بقى للجانب القانوني شويه. اتفضل. عذرا سامحني ونتكلم في الحته القانونيه شويه. الله يعزك. عملنا ايه؟ استاذ عمر الاول المحامي بالنقض، حابب اعرف بس تاني الجمهور. الله يعزك. عملنا ايه بقى؟ احنا بدانا من منتصف 2017 لما تعرفت على مجموعه ليست بقليله من الناس اللي ليهم وحدات سكنيه في المشروع. وكان اول لقاء لينا كان احد القنوات الاعلاميه بتصور، وكان موجود حد من الشركه بيتحدث عن ان شققكم مبنيه موجوده. تمام. زعلانين ليه؟ فانا طلعت له العقد ووضحت له شقه ايه، هو انا مشتري شقه؟ ده انا مشتري مكان في منتجع اسكاني متكامل، ده انا كل الحكايه ان انا هجيب شويه عفش احطهم في المكان واعيش. مظبوط. مش اكتر من كده. ففين الكلام ده؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده موجود. فكانت دي البدايه. بدات اروح للشركه، رحت لهم 3 4 مرات. الحديث كان قائم على ان بنحاول نوجد طريق للحل المتوسط. لقيت الحل المتوسط بتاعهم بيتكلم في ان احنا هنخلص المشروع كمان سنه او سنه ونص. طيب ما عنديش مشاكل، نقعد الناس سنه ونص، بس النظير ايه البديل؟ العقد اللي انتوا عاملينه اللي فيه بنود كلها بنود تعسفيه ضد المشتري، والغرامات اللي فيها غرامات ملهاش اي قيمه خالص، ما ينفعش بيها يقعد العميل منتظر سنه واثنين وثلاثه وخمسه وفي الاخر ما ياخدش حاجه، ما عوضوش. فلما طلبت منهم ان احنا نعدل بس الجزئيه دي في العقد، ونقول ان طب خلاص لو انت ما سلمتنيش في نهايه المده يبقى عليك غرامه قدرها 20 او 30 الف جنيه كل شهر، رفضوا تماما. تمام. وده كان بيأكد ان المساله لا، هم مش عايزين يخلصوا، داخلين في النيه، هم عايزين سيئسوا النيه. ليه بقى هم عملوا كده؟ هم للاسف حسبوا حسبه كده للمشروع بالكامل، ولقوا ان هو هيتكلف رقم معين وليكن اكس، فراحوا واخدين باقي فلوس الناس دي واشتروا بيها اراضي في اماكن اخرى عشان يشتغلوا مشاريع جديده. يعني هو بالبلدي كده، هو مثلا افترض انه هيكسب من المشروع ده 1,000,000 جنيه، فخلاص هو طلع المليون جنيه بتوع المكسب. بالزبط. مش مستعد يخسر منهم جنيه. بالظبط. ادي مشروع، ادي يعني وحداتكم اهي، تسكنوا فيها ما تسكنوش فيها ده موضوعكم بقى. بالظبط. خد للاسف مشاريع تانية، منها مشروع اسمه زاشور ده في الساحل الشمالي. طب ما تكلمني الاول بقى، احنا بنتكلم عن الشركه دي. لا اتفضل. الاول الاول بس اخد الاتصال ده، مهم جدا. الاستاذ معايا، الاستاذ امير حجاج رئيس قسم الاخبار بصدى البلد. استاذ امير،
الخط الاتصال قطع، نرجع له تاني لان دي مكالمه مهمه جدا بالنسبه لنا وهنقول ليه. طيب نستكمل الاول بس ارجع للاستاذ احمد في حته مهمه قوي، انا عايز اعرف بس السي في بتاع الشركه ده، الشركه دي ايه؟ عندها ايه؟ بتبني ايه؟ بنت ايه؟ ليها تاريخ؟ ملهاش تاريخ؟ وقت ما جيت اشتريت قلت لهم وروني سابقه اعمالكم. صح. قالوا لي ادي المشروع بتاعنا، اول مشروع اسمه يعني لافندر. عندهم مشروع اسمه لافندر. لافندر؟ لافندر. لافندر. تمام؟ خمس عماير متصلين وبرضه ما لهمش تراخيص. طب اشترينا ليه؟ حجزنا معاهم ليه؟ لا ده مش انا، مش شايف لافندر. انا شايف المشروع. لا انت شايف المشروع وانه في مشاكل. المشروع كان لسه بيتشطب. عاد تسليمه كان 2014 على ما اصدق. فبالتالي لا ده مفيش منتظر اللي ضيق. دخلت شفت الشقه، لقيت التشطيب زي ما هم عاملينه لنا في الفيديو بتاع الاعلان بتاع فلورنتا، وقالوا لنا ان التشطيب هيبقى احسن من كده كمان واحسن وارقى من كده والحاجات دي كلها. قلت خلاص كويس، يعني شفت بعينيا. صح خلاص يعني وماشيين كده اون تراك. كده كده تاريخ الاستلام بتاع بتاع لافندا دي ما جاش، فمفيش مشكله. سلموها بس. حتى ما اخدت بالي ان العددين عندهم ايه مشروعات تانية يعني. لافندا ابتدوا بلافندا، بعد كده فلورنتا. فلورنتا لافندا دي فين؟ لافندا جنب فلورنتا في الهضبه الوسطى. الهضبه الوسطى مقطع. مقطع المقطع في الحي الثالث. ماشي. فلورنتا فلورنتا برضه في نفس المكان. عندهم ايه قدام بعض؟ عندك المشروع اللي بعديه اللي هو زاشور في الساحل الشمالي. زاشور الساحل الشمالي. وعندهم مشروع زاجيت في مصر الجديده. زاجيت مصر الجديده. الله، طب ما في مشاريع وفي فلوس. بالظبط. ما خد بالك انا بسالك علشان كده، يعني الناس عندها فلوس اهي. عندهم فلوس. طب ما اللي بيسلموناش ليه وما بيخلصوش ليه وبيخلفوا ليه؟ هو السؤال بقى هنا. انا اسف ان قطعتك يا عمر بيه. اسف ان قطعتك بس كان سؤال مهم قوي، حابب دي علامه استفهام كبيره طبعا. فانا حابب بس اوصل للمشاهد وللجهات والمسؤولين علامات الاستفهام دي. دي مش شركه متعثره. لا خالص، دي شركه معاها فلوس. بالظبط. ردوا علينا، ردوا علينا. يعني احنا كده كده اتجهنا للطريق القانوني والناس اتجهوا للطريق القانوني. احنا بنطالب الشركه ترد علينا لانه اكيد احنا مش هنسكت على الوضع. زي ما بقول لك شركه كده ليها تاريخ وليها مستقبل زي ما بيقولوا، فكده المستقبل مظلم باللي انا شايفه. الا ان هم يردوا علينا ويقولوا لنا لا عكس ذلك. الرد للاسف هم بعتوه يا فندم للناس. فوجئنا طبعا. انا بعد منتصف 2017، في نهايه 2017 بدات اتخذ الاجراء القانوني الصحيح. تمام. بدات اقيم عليهم دعاوى بطالب بان انا انقذ قيمه الوحده، لان النهارده وحدتي كان المفروض استلمها في منتجع اسكاني. هما ما عملوش قرار ضم لثلاثة قطع أراضي، وبالتالي مستحيل هيبقوا في الآخر منتجع واحد. هيظلوا كل قطعة أرض حواليها سور كأنه كومباوند صغير. بالظبط. بعمارة واحدة. مش منتجع كبير. ففي الحالة دي أنا من حق عميلي إنه يسترد الفارق. تمام. ده ليه فلوس. إضافة لكده إن أنا بلزم الشركة إنها تسلمني الوحدة وفقا للمواصفات المتفق عليها. ودي عملوا إيه بقى؟ عملوا لك إيه؟ بدأوا يبعتوا للناس إنذارات بفسخ وحدات. هما؟ هما بحجة ايه بقى؟ بحجة ايه؟ المشكلة مش في كده، المشكلة في الحجة. ايه بحجة بقى؟ ان سعادتك ما دفعتش وديعة الصيانة. صيانة ايه وانا قاعد في الوحدة؟ وديعة صيانة وفقا لعقدهم يا فندم بتقول انها مخصصة عشان صيانة المية والكهرباء والمجاري اللي ما دخلوش. طب انت بتعملي دعوة فسخ ليه؟ ايه المنطق فيها؟ لا شيء. ادي كمان علامة استفهام. يعني ده مجرد يعني استفهام. ادي كمان علامة استفهام كبيرة. انا مش يعني كمان يعني مش عايز اقول الفاظ تخرج عن المألوف وعن القانون، بس يعني ده شايف انه ده. طب اسمح لي ازيد سعادتك من حاجه ثانيه برضه تعتبر طامه كبرى. بعض الناس المفروض ان هو ليه روف ما اتبناش، فهم كانوا عملوا ملحق. الملحق ده عاملين فيه لعبه قانونيه علشان في الاخر ينتهوا، لانهم ما يدوش الناس الا فلوسهم اللي دفعوها في الاول. ماشي، في ناس استجابت للكلام ده وراحت عملت معاهم الملحق. بعد ما عمل الملحق فوجئ بانهم برضه بيبعتوا له انذار بفسخ وحدته. الملحق بيقولوا انه هيرجع له فلوسه وهيدي له فوقيها تعويض باعتبار المتر قدره 6000 جنيه تقريبا. تمام. فبيبعت له انذار يقول له انا بفسخ وحدتك. قال لا. طب انت عامل لي ملحق تديني فلوس ولا هتفسخ؟ انا شايف الموضوع كوميدي وليس قانوني. للاسف الموضوع موضوع مأساوي للاسف. كوميديا سوداء. لا كوميديا سوداء. حلو قوي. صح والله العظيم. بنحاول دلوقتي مع. طيب عملنا ايه بقى ضدهم؟ تعالى لي بقى في الحته القانونيه. حلو قوي. بص معليك، هو طبعا من الناحيه القانونيه احنا اتخذنا الاجراءات المرتبطة بكل عميل مستقل في دعوة بطالب له بيها بكافة مستحقاته، سواء مستحقات ان ألزم الشركة انها تدي له شقته، لان انا عندي اشكالية.
لو اتقال يترجع للعميل فلوسه دي بالنسبة له طمة كبرى. طيب هسمعك وأقطعك وهرجع كامل معك تاني بعد الفاصل. أرجع لكم تاني، ما تسيبوناش علشان نشوف شركة أبراج مصر عملت إيه في الحاجزين. استنونا وراجعين لكم حالا. رجعنا لكم مرة تانية ومشكلة أبراج مصر. إيه هي مشكلة أبراج مصر للي ما كانش معانا واللي ما كانش متابعنا؟ شركة أبراج مصر إدت شقق والناس حجزت واشترت واتملكت وما سكنتش. عايز بس الأول آخد الاتصال الأستاذ أمير حجاج رئيس قسم الأخبار بصدى البلد معايا. للأسف في بس مشكلة من النهاردة، الحر والشبكات واقعة فالخط يعني بيتقطع كتير، بس نحاول يعني من فضلكم نرجع له تاني. أرجع أكمل مع عمر بيه. دلوقتي بعد ما طبعا الشركة عملت اللي عملته مع الناس واتخذنا معاها الإجراءات القانونية، كان لينا منحة آخر قلنا يمكن يمثل ضغط على هذه الشركة. المنحة ده كان إننا لجأنا للإعلام فعملنا استغاثة لرئاسة الوزراء، ففوجئنا في اليوم. استغاثة فين بقى؟ في جريدة الأخبار. في الأخبار تمام. بنتحدث فيها عن أنا آسف بتاريخ تقريبا تقريبا من حوالي أسبوعين. اللذيذ في الأمر إن الشركة ردت في اليوم التالي تماما وبسرعة جدا وفي نفس الجريدة، وردها بتتضامن فيه مع الناس وبتقول لهم أنا أنتوا صعبانين علي، أنا متضامنة معاكم، أنا مظلومة من الدولة. عذرا أنا آسف إن أنا بضحك، يعني عذرا والمشاهد يسامحني إن أنا بضحك، ولكن بضحك من سخرية القدر. هو مين اللي متضامن مع مين؟ الشركة بتتضامن معانا لأن الدولة ظلمها. الدولة ظلمها، هي مش مخالفة؟ هي قالت إنها مش مخالفة. أنا كل الحكاية إن الحي مش عايز يدخل لي مرافق. الحي مش عايز يدخل ليه؟ يعني الحي من 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 قررت نفسه كده قال مش هدخل؟ لا طبعا. نتيجة الكلام ده نتيجة مخالفة. بالظبط. سألنا في الحي ولقينا فعلا في مخالفات؟ في الحي لقيت إن في مخالفات. طب احنا بقى بنطالبك هنا، عايزين مستند يجي لنا وهنعرضه. تمام. بالمخالفات اللي موجودة على الشركة. عظيم. جميل. ما عليك. ده إضافة لإن المحافظة كانت خاطبت كمان الحي وقالت له ما تدخلش لشركة أبراج أي مرافق لأنها مرتكبة مخالفات في أماكنها، بني أدوار مخالفة وبني على أماكن لا يجوز إن يتبني عليها. يعني لك أن تتخيل إن مشروع المفروض. أنا آسف حابب أعيد الحتة دي تاني قوي. مين اللي بعت المحافظة؟ محافظة بعتت. محافظة القاهرة؟ أيوة. بعتت قالت؟ بعتت رد للحي قالت للحي لا يجوز. لا يجوز. أنا بكتب وراك والله أهو. لا يجوز إعطاء شركة أبراج مصر. شركة أبراج مصر أي تراخيص؟ أي تراخيص. ولا أن يدخل لها أي مرافق؟ ولا مرافق. بسبب ما ارتكبتهم بسبب المخالفات. معانا الخطاب موجود يا فندم. وريني كده. بسبب المخالفات على الشركة. بالظبط. ده كلام جميل. يعني الشركة بتخالف وبتقول مش هسلم، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط معاه في الحيطه. ما ملوش عندي حاجه من الاساس. بينها وبين الملاك انا خالف ومش هسلم، واللي مش عاجبه وهستنى وهفسح وقدام واخد فلوسكم. وقدام الصحافه مثلا زي جريده الاخبار انا متضامنه مع الناس. التضامن ده ايه؟ معنوي ولا مش عارف يعني؟ بالقلب. بيدعوا لنا. انا صوتي انا معي. صوتي يوصل يعني لوزير الاسكان وللمتحدث الاعلامي الاستاذ هاني يونس. بناشد والله من هنا نشوف حل، واكيد هو عنده الحل. الشركات اللي من النوع ده ملهاش الحق في انها زي ما المحافظه كده يعني شاكره بعتت خطاب رسمي بانه الناس دي ما تاخدش تراخيص. الوزاره هي الاكبر وهي الام في ده، وهي اللي من حقها توقف ده. وانا شايف انه ببقى مصر دايما اقول احنا في بلد مؤسسات، وزير الاسكان عمره ما يقبل النوع ده من الشركات انه يستمر في السوق المصري العقاري. السوق المصري انزه وانظف وارقى من ان يكون في نصب جماعي بالشكل ده. انا اسف في المسمى، ولهم حق الرد. ان كنت انا بتجنى
قولوا لي انت بتتجنى علينا، ولكن هي قدامي. احنا الاول علشان بس اللفظ نفسه، احنا قدمنا جنح نصب في ضد الشركه، جنح في جنح. خليني اوضح بس في الجزئيه بتاعه النصب، هي الشركه مش هينفع ينطبق عليها لفظ النصب لانها سلمتك، صح؟ لانها شركه قائمه وموجوده. لا بغض النظر، لانها سلمتك بتقول انا بقى الوحدات جاهزه اهي. لكن في مخالفة جنح، دي جنح. مشكلتنا في حاجه، ان القانون لم ينظم ماده قانونيه جنائيه تجرم ارتكاب الشركه لهذه المخالفات. تركها انا بعدل جزئيه النصب بانها شركه مخالفه. بالظبط، صح كده؟ يعني كان يعني كان عذرا هي شركه مخالفه للنظام وللتراخيص اللي حطتها الدوله. انما يصح نقول حاجه تانية، إيه؟ انها خدت فلوس الناس وبددتها. ايوه، طب ما هو هو ده اللي بقوله. دي اشكاليه قانونيه. طيب اشكاليه قانونيه جنائيه. تمام، لما تلم عدد كبير جدا من الاموال من الناس، يعني اقول كده على لسان سيادتك واعدل اللفظ، شركه مبدده بددت اموال الناس على لسان الاستاذ عمر. أيوة. ثابت، هي شركة أبراج مصر، هي شركة خدت أموال الناس، خدت أموال الناس وبددتها ولم تبني لهم المنتجع المتعاقد عليه. ويا رب يرد. أنا أتمنى منهم أنهم يردوا. أنا بتمنى أنهم يردوا. دي معاينة أهي موجودة، معمولة في 19/6/2017، أحد مأمور الضبط القضائي معايا. أنا آسف علشان ألحقه مع الشبكات، الأستاذ أمير حجاج رئيس قسم الأخبار بصدى البلد. أمير بيه، إزاي سيادتك الأول؟ لا، في مشكلة بقى يا جماعة. أمير بيه، إزاي سيادتك الأول؟ رمضان كريم. عذرا للشبكات بس الحر النهاردة مأثر علينا كلنا. صوما مقبولا الأول. عاملين إيه في الشغل في الصيام؟ هو ده اللي كنت عايز اسالك عليه، ولا الصحفيين اللي شغالين دلوقتي، الصحفيين الفنيين فقط؟ لا، كله والله شغال، رئيس التحرير، رئيس الاخبار، الصحفيين بكل، يعني كل واحد بيعمل اللي عليه، خاصه بتدخل علينا كتير من الرمضان. يعني شغالين في كل الاقسام، التحقيقات والتقارير والحوادث وكله شغال ما بينامش. كله طبعا تقرير 24 ساعه، لكن الاهتمام الاكتر هو شويه بالشق الفني شويه، صح كده؟ نعم، الاهتمام الاكتر بالشق الفني، يمكن عين المشاهد رايحه للشق الفني اكتر الفتره دي. الفني والرياضي، لا الناس حاسس تنوع، الناس عايزه ايه، كل واحد بيختلف من واحد للتاني. ده مهتم بايه، ده مهتم بايه، ده مهتم بايه، ده في طبعا بس النسبه الكبيره فن ورياضه طبعا ومتنوعات. طب قول لنا بقى، لو عندنا مواقف قانونيه او تقارير بيكون وضعنا فيها ايه كصحفيين؟ عندنا مثلا مشاكل قانونيه، مشاكل تحقيقات، مشاكل مجتمعيه، شغالينها برضو في رمضان ولا ايه؟ الو، ايوه معايا. ايوه كده طبعا. بقول لك، اذا عندنا تحقيقات و و و وحوادث شغالينها في رمضان؟ طبعا شغالين حوادث، حاجات كتير، يعني بنعمل اجتماع يومي او بصفه عامه، يعني بنعمل اجتماع يومي الصبح وبتاع بالليل، بنتابع كل الاخبار الموجوده والاجتماعات اللي هيتم على مستوى الراديوات ده، قبلها بيوم نكون محضرين هنعمل ايه. دايما بقول، هو انتوا الجندي المجهول اللي بتنقلوا الخبر للناس وبتتعبوا فيه علشان تجيبوا من مصادركوا الاخبار. بالمناسبه كده، كان عندنا بس واقع، يمكن انت دخلت ضيفا علينا وضيف جميل والله انا عارف. عندنا واقعة مثلا، يعني عقاري، مخالفة عقارية، يعني مثلا عندنا شركة ما قدمتش الشقق ولا سلمت الشقق للحاجزين. بيكون في عندكم بقى القسم الخاص بده، يعني ده قسم ايه؟ بيتسموه قسم ايه؟ في تبع لقسم الاقتصاد، وفي نفس الوقت قسم حوادث يعني واتصال. لا، اقتصاد، اقتصاد الاول، اي حاجه اقتصاد تبع قسم الاقتصاد،
نفس الوقت لو في اي مشكله او اتحولت جنايه او اتحولت محكمه يبقى طبعا في حوادث. اه غير ان انت برضو قسم التحقيقات بيكون بيتابع مباشر من خبراء ومحللين للازمه وكيفيه حلولها، ازاي نقدر نحلها وازاي نقدر نتفادى الاخطاء اللي بتحصل في اي تقرير او تحقيق بيحصل اي مشكله او ازمه ممكن تصير. انا شايف الفتره الجايه دي هيجي لكم كتير قوي تحقيقات بسبب شركه ابراج مصر في يعني بعض المخالفات كده من ضيوفي، ومعايا ضيوف في الاستوديو كده المستشار عمر ثابت والاستاذ احمد ممدوح في مشروع خاص كده، فاكيد هيجي لكم الفتره الجايه دي. فانا ما كنتش فاكر ان انتوا شغالين بنفس المجهود والحماسه اللي شغالين بيها طول السنه في رمضان، قلت الاقسام الباقيه بتريح شويه. يعني على حسب المشكله او الازمه او التقرير او المجتمع اللي هيتم معاملة في كل محافظات مصر، يعني مش حاجه بعينها. اعانكم الله وكل سنه وانتم طيبين، وباذن الله في رقي لموقع صدى البلد وجورناله وكل الصحفيين فيه، رمضان كريم عليكم. شرفتنا والله يا استاذ امير، وكنت بس حابب اشوف شكل الصحافه عامله ازاي في رمضان، فما كانش عندي حد افضل من سيادتك ان انا اساله عن ده. لا اعز يمكن اعز الى قلبي. طبعا 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 انتوا زي ما بقول، وفي ختامي بقول فعلا انتوا جنود مجهولين. بس انا عايز اقول لك حاجه في موضوع الاسكات اللي حضرتك كلمت فيه والنص اللي حضرتك بتقول عليه بعيدا عن اسم اي شركه. ده بيكون المشكله او الازمه يعني بتكون تبع الشخص او زي ما بنقول اللي بينصب على المواطنين او بيستغل احتياجهم للحاجات. صح. بس هي دي مشكله برضه، ودي عبء كبير وعبء على يعني على المواطن. والله هم يعني انا استكمالا ليك بيحملوا الدوله نفسها عبء. لا هي الدوله عملت شغل كتير في الفتره اللي فاتت بصراحه. الدوله عملتها في كم محافظه في مصر وما زالت بتعملها، بيبقى في بعض المستفيدين من الحاجات دي بتبقى تفشل فيها او بيبقى دول مقصودين. صح. عايز انفع اي شركه او حتى دول نقوم بالموضوع المصري ده. انا اتمنى يعني ممكن المفروض يبقى من هويه الشخص او الشركه اللي بتعامل معاها. صح. كان معايا الحلقه اللي فاتت لوزهاني يونس المتحدث الاعلامي لوزاره الاسكان اللي قال نفس الكلام اللي انت بتقوله واصر عليه، المواطن يتحرى 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 قبل ما يعمل اي اجراء. فكلام استكمالا لكلامك مظبوط. الناس اللي هيكلمك لازم تحقق من صفته الوظيفيه يا جماعه، عدم التعامل معه الا بعد طلب مكافاه كافيه من الشركه نفسها، من شركه الاستعلام نفسها. صح. حاجه ثانيه، عدم دفع اي مبالغ ماليه للموظفين. صح. حاجه خامسه، مراجعه الصندوق واختاره لاي موظف يطلب مبالغ ماليه. صح. اجي انا بعد النصائح دي كلها والتحذيرات دي كلها اجي واقول ده معلش هنضحك عليا؟ لا طبعا. عارف يا صح، عارف يا استاذ امير، ده دايما من اول الحلقات وانا دايما بقول الحته دي، الثقافه قانونيه بقى، الثقافه ايا كانت، الثقافه اللي لازم تكون موجوده عند المواطن، لازم يكون عنده ثقافه قانونيه، ثقافه اجتماعيه، ثقافه في كل المجالات على في حدودها، او يلجا للمتخصص في ده. فده استكمالا فعلا لكلامك. في قانون الاسكان وقع عليه مواقف مبدئيه واجل التصويت عليه لعدم التزام المشروع، بس المشروع ده هيضمن اداره وانشاء وبيع وايجار لوحدات سكنيه للناس، وبيضمن ان في تمويل عقاري وفي اسكان اجتماعي وفي تحقيق عداله للناس وتوزيع الشقق السكنيه او الوحدات السكنيه للمواطنين. فكل ده بيحصل فيه منظومه بتكمل بعضها. المفروض المواطن قبل ما ياخد شقه او قبل ما يستلم وحده سكنيه
او حد من موظفين الشغالات هيجيله او هيتصل بيه يتحرك دخل الاول وبعد كده بناء عليها وبعد يتحرك دخل بناء عليه عشان ما يوديش فلوسه او يدفع فلوسه في حاجه ما ينتحس عليه فيها بعد كده. لا هنعمل الخطوات بطول صح 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 بتقول ايه 1 2 3 4 وبعد كده خلاص الدوله ماشيه في الطريق السليم. الدوله ماشيه في الطريق السليم لانها ترجع الحقوق للمواطنين. انا متاكد من ده. استجابه المتحدث الاعلامي لينا وللبرنامج في المشاكل دي لوحدها تبين ان الدوله في اتجاه سليم. مش جديد؟ لا مش جديد على الوزاره وشغلها اللي موجود في الدوله ده مش جديد عليها. مظبوط. هو العيب فينا او في اصحاب الشركات اللي بيحاولوا يلوثوا ده. بالظبط. واللي بيستغل والمستغلين ومعلش اضافه لاستاذ امير للمستغلين. هو انا كنت عايز اوضح حاجه امير بيه بس. عمر بيه ثابت معاك المتحدث القانوني للحاجزين وملاك الشركه. امير بيه هو الناس تحرت الدقه وسالت على الشركه والشركه شركه مساهمه مصريه وليها اموالها وليها اسسها وليها اراضيها. لكن الاشكاليه مع الناس مش في ان الاراضي اتضحك عليهم فيها، الاشكاليه ان الشركه ما كملتش، شركه وقفت في النص. تمام. فبقت دي ازمه بالنسبه للناس. هو يعني ده اللي وصل للاستاذ امير وبشكره. هو الظاهر ان الاتصال اتقطع. بشكره جدا جدا استاذ امير حجاج رئيس قسم الاخبار بصدى البلد اللي نورنا واضاف لنا يعني حتى في المجال القانوني والقوانين المستحدثه في مجلس الشعب من الشق ده اضاف لنا فيها كتير. بقول هم الجنود المجهولين. شكرا ليك وللمداخله. وارجع للاستاذ عمر، احنا لسه عندنا كتير قوي في الموضوع ده صح؟ للاسف يعني الاشكاليه ليست بقليله وبالعكس يعني اشكاليه متشعبه. وفيها اكتر من وجهه. في وجهه مرتبطه بالناس اللي شوائهم بقت موجوده ومتشطبه وبقى لها حاجات بسيطه. اللذيذ في الامر ان اخر حاجه الشركه بتعملها دلوقتي انها بتقول للناس عن طريق المقاول بتاعها اللي موجود في الموقع طب ادفع 30 40 الف جنيه علشان اكمل لك توضيب بقيه شقتك اللي هتستلمها من غير كهرباء ومن غير ميه ومن غير اي مرافق موجوده او خدمات موجوده في الملحق رقم 3. احنا بقى عايزين احنا الموضوع خلاص زي ما تبنينا قبل كده. يعني ما اعرفش انتوا كنتوا متابعينا ولا لا. زي ما تبنينا حاجزين نادي الصيادله وباذن الله الموضوع بتاعهم رايح لمكان كويس. بتوعد من مكان هنا ان احنا هنتبنى ده. مش هقول بقى المسميات وحمله لا لا لا، انا بقول ربنا يعيننا على نصرة الحق. اذا كان شركه ابراج مصر عندها ما يخالف ما قيل في هذه الحلقه احنا جاهزين، صدرنا مفتوح للراي والراي الاخر. اذا ما كانش هيستجيبوا لان انا اعلنت صراحه باسم الشخص اللي هو مدير خدمه العملاء اللي حاولت اتواصل معاه وقلت له وصل لي اصحاب الشركه وما تواصلش، اذا هم مش حابين احنا مستمرين لحد ما نوصل لكل جزء هم بيشتغلوا فيه ونوصل لكل حاجزينه ان الناس دي مقصره اذا كانوا مقصرين. تأذن لي في رساله ليهم. اتفضل. من ضمن العمليات اللي قمت بيها من عمليات البحث لمحاوله حل الازمه دي للطرفين في الرقابه الاداريه في قسم اسمه قسم الاستثمار. تمام. القسم ده ممكن يحل يوجد حل بديل او حل وسط ما بين الشركه وقطاعات الدوله الحي والمحافظ. تمام. بس هم يلجؤوا له، الشركه اللي تلجا له مش احنا. الشركه اللي تلجا لده. تمام. اذا الكلام ده يا فندم اذا كانت الشركه متعثره، لكن انت بتديني تاريخ او مستقبل بتاعهم مبهج. هو مرتبط بالمشاكل. خليني اشوف وهتابع معاك في الحلقه اللي جايه واللي بعدها وهنشوف الناس هتوصل معانا لايه، هتتواصل معانا ازاي. هيقولوا لنا لا احنا يا جماعه ابرياء من هذا الموضوع، احنا ما عندناش مخالفات، احنا جاهزين ليهم. اذا ما كانش احنا مستمرين. ده صراع شخصي لكل حق مواطن، دي رسالتنا، ده حق المواطن علينا. الاعلام هو منبر لصوت كل مواطن مصري دفاعا عن المواطن وعن مؤسسات الدولة اللي بتتظلم بأي حد بيحاول ينهش في حقوق الناس.
هختم معاكم الحلقه النهارده بس مش هختم الموضوع. الموضوع ليه بقيه وليه بقيه كتير، هنشوفها مع بعض الحلقه الجايه مع دفتر احوال. سلام عليكم.